أعزائي المشاهدين، كل سنة وكلكم طيبين وشعب مصر كله بخير. احنا هنتطفل عليكم اعتبارا من النهاردة كل أسبوع علشان ننقل رأي الشعب للشعب، علشان نشوف مشاكلنا ايه، نشوف إيجابياتنا ايه، ونشوف سلبياتنا ايه. فكرنا كتير قوي قبل ما نعمل البرنامج دوت. البرنامج ده اللي بيعمله ناس من الشارع وسط الشعب عشان ينقلوا نبض الشعب. نتمنى ان احنا في كل برنامج وفي كل حلقة نكون نقلنا صورة صح. ان شاء الله بإذن الله هيكون معانا ضيوف تحوز رضاكم، ناس فعلا من الشعب. كل سنة وشعب مصر كله بخير. وقبل كل ما نبدأ البرنامج عايز اقول حاجة، يعني كلمة شكر لكل الإعلاميين اللي موجودين اللي بيعملوا كل البرامج. حاضر فندم. عايز أشكر كل إعلامي في مصر، كل إعلامي بينقل رأي الشعب بمصداقية. وطبعا كل اللي اشتركوا في البرنامج بتاع الشعب ده كلهم متطوعين. وطبعا أولهم الزميلة الأستاذة نور عبد العزيز. طبعا رغم مشاغلها الكبيرة ورحبت بالفكرة وتطوعت معانا، وإن شاء الله نحوز رضاكم على مدار الحلقات القادمة بإذن الله. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج من الشعب للشعب. أتمنى بأمر الله أن البرنامج يحوز على إعجابكم، وأتمنى من ربنا أنه يحوز كمان على رضاكم. وإذا كان الدستور أعزائي بيقول أن الشعب مصدر السلطات، فمن حقه أنه يعرف، وطالما من حقه انه يعرف فمن حقه انه يقترح، لكن في اطار القانون وتقبل الاخر. ليه؟ لان من الشعب للشعب. اعزائي المشاهدين، اعزائي الشعب، علشان نبدا حلقتنا النهارده كنا بندور ايه اقرب حاجه مشكله ممكن تواجهنا كشعب. لقينا الايام اللي فاتت دي شفنا المطر بدا يجي، وشفنا مشاكل المطر اللي ممكن تحصل. طب احنا عايزين نشوف رأي وطلبات المواطنين ايه، وطلبات الناس من الشعب ايه، ورأي التنفيذيين والمسؤولين ايه. استضفنا بعض الشخصيات وهنعمل فيديوهات موجودة نقلناها من الشعب هنسمعها ونشوفها مع بعض ان شاء الله. اتشرف باسم حضرتك. حسام مع حضرتك. حسام، مساء الخير يا استاذ حسام. احنا برنامج من الشعب للشعب، واحنا بناخد اراء الناس في الشارع. بما اننا داخلين على فصل الشتاء، فاحنا دلوقتي طبعا بنحاول ان احنا نشوف ايه المشاكل اللي بتقابل الشارع في الشتاء، وايه الحلول اللي ممكن ان احنا نعرضها سواء على الحكومة او المحليات فيما بعد. فاسمع وجهة نظر حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بنتكلم عليها هو الشارع طريق الجبل. احنا في منطقه الزيتون بنعاني هنا من مشكله البلاعات بتاعت الصرف بتاعت المطر. مفيش مشاكل، كل مفيش اي بلاعه لصرف المطر خالص. شارع طريق الجبل المفروض ده شارع عمومي. انا واحد من الناس اللي اتضررت كتير في المطر اللي فاتت، وده شارع المفروض شارع اسفلت، يعني مش شارع في حاره جانبيه، او ده شارع عمومي، منطقه عموميه ومنطقه حيويه جدا، ومفيش صرف للبلاعات هنا. أعزائي المشاهدين، بنعتذر على التأخير لأننا طبعا كنا بنرحب بضيوفنا، ومعايا ومعاكم ومشرفينا في الاستوديو سيادة الوزير اللواء الدكتور محمد عبد المنعم محافظ الغربية والأمين لمجلس الوزراء الأسبق والحاصل على لقب أحسن محافظ منذ التسعينيات حتى الآن. أهلا بحضرتك يا فندم، منور البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا ضيفنا الكبير اللواء الدكتور محسن الفحام، أستاذ إدارة الأزمات وبأكاديمية الشرطة وبالجامعات المصرية والسياسي المحنك. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مشرفينا يا فندم. الله يخليك فندم. سيادة اللواء الوزير محمد نعيم، هل ترى أن الاستعدادات اللي موجودة دلوقتي
في الدولة لمواجهة أزمة الأمطار؟ حضرتك عارف إن موضوعنا عن الأمطار زي ما اتكلمنا وقلنا، هل تلاقي الاستعدادات اللي موجودة دلوقتي تكفي لعدم حدوث مشاكل؟ وإيه اللي مطلوب من المواطن واللي مطلوب من الأجهزة المختلفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بنشكر قناة صحة والجمال وبنقول لكم مبروك على أول حلقة في برنامج من الناس للناس، إن شاء الله موفقين يا رب. في الحقيقة مشكلة الأمطار كل عام هي مش جديدة علينا، وده بيدينا مؤشرات أو إنديكيشن خطير إن إحنا المشاكل المتكررة لا نجيد حلول جذرية لها. بمعنى إيه؟ إن هذه المشكلة كل عام بتكرر، ويمكن من سنتين أو من ثلاث سنين نتذكر عندما العاصمة الثانية للقاهرة غرقت في الأمطار، السيد الرئيس بمبادرة خصص مبلغ كبير لحل مشكلة الأمطار في اسكندرية، ومع ذلك لسه نحن متخوفين من هذه المشكلة. طيب عشان نرجع لأصول المشكلة لازم نعرف من هو المسؤول، وهل كل جهة بتقوم بدورها المنوط بها. هنلاقي فيه حاجة غريبة جدا، تضارب غريب. عندنا القانونين المتضاربين، قانون للمحليات بيقول ان المحليات هي المسؤولة عن صيانة الأعمدة الكهربائية، وقانون تاني بعديه في 98 صدر ان وزارة الكهرباء وشركات الكهرباء في المحافظات هي المسؤولة عن الصيانة. دي لب المشكلة أو المشكلة. طب إيه المشكلة ديت؟ لها أبعاد كتيرة ولها أسباب كتيرة. نمرة واحد زي ما قلت لك تضارب المسؤوليات، دي حاجة. حاجة التانية قد يكون هناك قلة موارد، قد يكون هناك وعي المواطن، قد يكون هناك عدم استخدام كافي للتكنولوجيا إن إحنا نحل هذه المشاكل. دي كلها أسباب مجتمعة بتعمل هذه المشكلة. المشكلة مش وليدة اليوم، ويمكن بروح أرواح كتيرة فيها من أطفال وشيوخ ومن كافة فئات المجتمع. كل ده بيخلينا إن احنا ندق نقص الخطر للموسم الجاي من الشتاء. طيب يبقى لازم احنا لنا تشريعات جديدة نحدد المسؤوليات والواجبات للمحليات. ودور أجهزة وزارة الكهرباء كل واحد يبقى ليه دوره. كل واحد يبقى ليه دوره وعارف يعني ايه. اسمح لي بس أقول لسعادتك، يعني في الفترات الأخيرة أو في السنتين الأخيرين اللي أنا عاصرتهم، يعني عواميد الكهرباء اتقسمت لجزئين. كل ما هو عمود كهرباء ماشي عليه سلك ده بيخص الكهرباء، وكل ما هو عمود كهرباء فيه إنارة بيخص المحليات. تمام؟ هي المشكلة في الأماكن لما بيكون فيه سلك كهرباء تابع للمحليات، تابع لوزارة الكهرباء وماشي على عمود كهرباء، أو العكس إن عمود الكهرباء اتحط عليه كشاف كهرباء. هنا ده هنا التداخل، هنا اللي مفيش الفصل بيترمي على الاتنين. طب الحل ايه من وجهه نظر سعد؟ يبقى انت متفق معايا ان احنا ان هناك تداخل في الواجبات والمسؤوليات. خلاص. طب ده يرجع لايه؟ لدور بقى للمشرعين والقوانين ومجلس النواب وهكذا. يبقى لازم هنا يبقى في وضوح للمسؤوليات، لان في طرق اقليميه وفي طرق داخليه في المحليات. يعني في طرق بالمحافظات دي مسؤوليه مثلا وزاره النقل وزاره الكهرباء اللي هي الوزارات. الطرق اللي بين المحافظات بين القرى والمراكز دي مسؤوليه المحليات. خلاص. يبقى من حيث المكان في اختلاف في ايه؟ مسؤوليه مين ده ومسؤوليه مين ده. زائد النواحي الفنيه اللي انت قلت عليها برضو ديت لازم تبقى واضحه بالقدر الكافي عشان يبقى كل واحد عارف دوره لحل هذه المشكله. طب على المدى القصير، على المدى القصير يعني احنا برنامجنا عايزين نحل المشاكل في يعني اللي جاي على طول.
يعني التشريعات دي هتلسه بقى مجلس النواب ولسه، لكن على المدى القصير ازاي نتلافى حدوث هذه المشكله؟ نمره واحد، في حلول سريعه ويمكن في ابتكارات كتيره من كتر الناس ما يعني زي ما تقول ما اتأذت من هذه المشكله، في افكار كتيره وفي حاجات كتيره الناس بدات تشتغل فيها. يعني في بعض المدن او بعض القرى الناس بدات تجيب المواسير البلاستيك وتعملها على مكان الغطاء بتاع المفتاح بتاع الكهرباء. دي حاجات تقليديه وحاجات في متناول. طيب احنا ضروري قوي ان يبقى في موضوع من التوعيه المجتمعيه لخطوره هذه ايه الظاهره. تمام. الظاهره حاجه تانية لازم يبقى احنا على المدى القريب نقول من دلوقتي نشوف الامكانيات اللي عندنا ايه، هل الامكانيات تكفي وما تكفيش، هل الامكانيات اللي عندنا نسخرها صح ونستخدمها صح علشان نلافي هذه المشكله. منظمات المجتمع المدني لازم تشتغل وتوعي الناس، الجامعات ومراكز البحث والكلام ده كله. في حاجه غريبه احنا بنلاحظها، بتلاقي الغطاء بتاع الكهرباء محطوط تمام خلاص وضاع. انا مش عايز اقول السرق، ما هو دي بقى هنخشلها في الناحيه الامنيه مع الكابتن محسن. اتسرق وللاسف اتباع بايه، بكلام فاضي. طب ليه احنا من دلوقتي المصانع اللي بتنتج الاعمده الكهربائيه دي ارتفاع اللي احنا نلاحظ واحنا ماشيين هنلاقي ارتفاع الفتحه ديت متر، اي طفل عنده 7-8 سنين بيطولها، طب ليه انا ما عليهاش خليها ارتفاع مترين؟ تمام. يعني سياده الوزيره والموضوع ده كان المفروض بقى من الاول خالص، يعني ده هنعمل حسابنا على الحاجات دي كلها. ده ممكن ايه يبقى، لا ويبقى ساعات البيبان برضو بعد اذن حضرتك بتبقى مفتوحه وسايبينها. ايوه حتى لو اتفتحت على بعد مترين، الطول العادي بتاع الشخص العادي 180 بتاع كان مش هيطوله. لكن هو اللي بيحصل ايه، انه عشان يستسهل عامل الكهرباء بيتعمل الفتحه بتاعت الكهرباء على بعد متر، طفل صغير ممكن يسكت. لكن لو احنا ارتفعنا بيها ونستخدم بعد كده سلم ولا حاجه يبقى مش هيطولها. معالي الوزير، معانا اتصال تليفوني من الكاتب الصحفي استاذ محمد مخلوف مسؤول التنميه المحليه بمجله اخر ساعه. اهلا بيك محمد بيه، اتفضل. الو محمد بيه. الو اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، خليك انت معانا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم تحت امرك. وانا كنت يعني بتكلم بصفه عامه، يعني لو اتكلم عن استعدادات المحافظات للتعامل مع الامطار والسيول المتوقعه في بعض المحافظات اللي هي متوقع ان تشهد حاله من عدم الاستقرار في الايام المقبله وفقا لهيئه الارصاد الجويه. فهناك استعداد في معظم المحافظات وخطه مسبقه موضوعه بالتنسيق مع مختلف الاجهزه المعنيه. ويمكن اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه وجه كل المحافظين وكل رؤساء الوحدات المحليه بالجاهزيه التامه وسرعه التعامل مع اي موجه امطار متوقعه. في سؤال تاني تحت امرك. تمام. محمد كمان يا فندم في بعض المحافظات يعني شهدت بالفعل امطار وسيول وكان في احترافيه في التعامل مع هذه الموجه من السيول. يمكن شفنا اللواء عمرو حانه في محافظه البحر الاحمر لما السيول كانت نزلت من غارب في اتجاه طريق من طريق غارب الغردقه ونزل سيادته بنفسه على الموقع السيول وتفقد الاماكن، وكان في بعض الاتوبيسات اللي جرفتها السيول عن الطريق وسيادته كان موجود بنفسه وتابع عمليه اجلاء المواطنين الموجودين ووجه بتوفير اتوبيسات. يعني استاذ محمد، يعني كده نقدر نقول ان المحافظات الساحليه والمحافظات اللي بيحصل فيها سيول هي جاهزه لو لا قدر الله حصل اي ازمه سيول في هذه المحافظات؟ انا بقول لحضرتك في جاهزيه تامه وفي تنسيق مع مختلف الجهات المعنيه. يمكن ده شفناه في اكثر من نموذج في الاسبوع الماضي، يعني اقرب مثال يمكن كانت محافظه البحر الاحمر نموذجا اوليا ومحافظه الاسكندريه النموذج الثاني. ايضا اللي هو محمد الشريف كان تابع بنفسه ميدانيا سقوط الامطار. بنشكرك استاذ محمد، وانت طمنتنا على جاهزية المحافظات على السيول.
شكرا جزيلا. سياده اللواء بقى اهلا بحضرتك، سياده اللواء محسن الفحام، بصفتك استاذ اداره الازمات، هل المسؤولين من وجهه نظر حضرتك عملوا اللي عليهم؟ مش المسؤولين وبس، كمان المواطنين، يعني ما برضه انا مش هطلب من المسؤول ان هو يشتغل لوحده، لازم كمان المحافظ المواطن يحافظ على اللي بيتعمل ده، فهل فعلا هم المسؤولين قاموا بالواجب اللي عليهم؟ انا طبعا في البدايه طبعا بهني حضراتكم بالبرنامج الجميل ده من الشعب للشعب، وانا شفت البرومو وعرفت ان الهدف من البرنامج يعني نقل نقول ايه امال وطموحات ومتاعب الشارع، وده شيء جميل ان الواحد يتكلم في هذا الموضوع وايضا يطرح رؤيته والحلول، وخصوصا ان يعني ستنا مصطفى كان من قيادات المحليات، فاعتقد ان المساله دي بالنسبه له طبعا الرؤيه واضحه جدا جدا. يعني في مجال اداره الازمات احنا عندنا يعني اربع مراحل في اداره الازمات، او مرحله التنبؤ بالازمه. انا اعتقد ان الاجهزه المحليه في الوقت الحالي الحقيقه مذاكره الموضوع ده كويس جدا، من اول السيد الوزير لغايه المحافظين الى رؤساء الاحياء. يعني كنت دايما بقول انه لما يجي محافظ جديد يقفل على نفسه كده لمده شهرين ثلاثه ويقعد يعرف ايه المشاكل اللي بتاعت محافظته. عندنا محافظات معروف عنها موضوع السيول زي سوهاج ومجرى السيل وكلام من هذا القبيل، سوهاج والبحر الاحمر وقنا، يعني معظم محافظات الصعيد. وعندنا محافظات تانية بيبقى فيها امطار اكتر غزاره زي البحيره وزي اسكندريه وزي. فزي ما حضرتك قلتي الاهالي نفسهم بل بالعكس يمكن العمد والقرى والشيوخ والمشايخ بيبقوا عارفين ايه المشاكل اللي في القرى وايه المشاكل اللي ممكن تحدث لو فرض ان موضوع الامطار او غير الامطار يعني حصل. فمن هذا المنطلق انا بقول انه فعلا انا شايف ان في تضافر لكل الجهود اللي موجوده دلوقتي حاليا، غير من 3 سنين غير من 4 سنين، كل فتره او كل مدى. يعني احنا مثلا شايفين في طريق النصر مثلا عند المنصه مثلا، يعني انا شايف في حوالي 8 عربيات واقفين تقريبا من حوالي 4 ايام ثابتين، لان الشارع ده دايما بيبقى فيه دي عربات شفط المياه ولا ايه؟ ثابتين قاعدين. دي شفط المياه بالظبط كده. بالظبط كده. ف وقيس على ذلك بقى، يمكن ده عشان احنا بنشوفه رايح جاي يعني، لكن انا متاكد ان في معظم المحافظات تقريبا الاليه دي موجوده، وتقريبا يعني اتصور ان المعطيات اللي موجوده دلوقتي نقول ايه الدعم اللوجستي اللي بتقدمه الدوله للمحافظات المختلفه، اتصور ان هو قادر على ان هو يعني نقول يتلافى اي مشاكل كانت بتحصل قبل كده فيما يتعلق موضوع السيول وفي موضوع الامطار يعني كتير. هو يمكن بس المشكله حصلت السنه اللي فاتت، العربيات بتاعت شفط المياه موجوده وكل حاجه، لكن كان في دكاتره مروري علشان كان كميه الدنيا. كان كميه المطره اللي نزلت الحقيقه كانت كبيره وغير متوقعه بصراحه، غير يعني متوقع. لازم برضو الواحد يقول ان كانت الظروف المناخيه غير تقليديه وغير طبيعيه بصراحه يعني. فانت برضو بتحطي يعني احنا كنا بنتكلم فيما هو عادي، لكن ما حدث السنه اللي فاتت كان غير عادي، ومع ذلك برضه طبعا تمام. علشان كده سؤال الاستاذه فاطمه، هل احنا خدنا دروس من ازمه السنه اللي فاتت للسنه دي؟ انا اللي شايفه حتى الان ايوه صح. يعني اللي شايفه حتى الان يعني يعني موضوع اسكندريه، انا شايف موضوع اسكندريه ما استغرقش اكتر من 24 ساعه، عدى الحمد لله. يعني وخلي بالك يعني لو بصينا لمنظور امني، يعني ايام اسكندريه ايام الاخوان وايام الناس دي كانوا بيسدوا البلاعات، كانوا بيرموا فيها اسمنت وكان بيرموا فيها زلط وبتاع، فالبلاعات ما كانش عشان مشاكل تتفاقم والدنيا كده. فدلوقتي الدنيا اختلفت الى حد كبير، وبقى في وعي وبقى في امكانيات كبيره ان هم اساليب الصرف وكلام من هذا القبيل. هي المشكله يا سياده اللواء كمان فعلا ان زي ما حضرتك قلت تفضلت وقلت يعني ان هيئه الارصاد فعلا السنه اللي فاتت قال الامطار غزيره، هيبقى في امطار غزيره، لكن نزلت بحجم غير متوقع، يعني احنا ما كناش متوقعين الحجم ده، وكانت على مدار ساعات ومدار اليوم، فهنا شبكات الصرف ما استحملتش ده حقيقي، يعني ما تحملتش تعبئه المياه او ضغط المياه يعني. ده حقيقي ده حقيقي. وعدم كفايه كمان العربيات بتاعه شفط المياه، يعني بنلاقي مثلا العربيات ما بتبقاش بتكفي سحب كميه الميه لما بتحصل ازمه ميه كتير، فاحنا لازم من السنه دي نستعين بعربيات. يعني السنه اللي فاتت كنا بنستعين بعربيات القوات المسلحه،
لكن ممكن نستعين بعربيات يكون محطوط من ضمن إدارة الأزمة، إن إحنا نستعين بعربيات من شركات بترول، من شركات والله متخصصة أنا تاني، من المقاولين عرب، من لا والله ليه كل ده ما يتحطش ضمن الخطة سيادة اليوم؟ لا أنا شايف إن في عربيات مصنوعة في مصر اللي تبع الهيئة العربية للتصنيع، يعني المصنعة اللي هي الجديدة دي اللي هي واقفة في الطرق العامة في الميادين العامة، وزي ما حضرتك قلت يمكن كان في فترة من الفترات مثلا كان عدد العربيات قليل 4 عربيات، انا النهارده شايف وانا جاي في 8 عربيات، فدي مساله يعني 8 عربيات ايه في المسافه اللي هي مثلا من عند المنصه لغايه كوبري الشهيد هشام بركات. يعني طبعا احنا نتمنى ان الموسم هو سياده الوزير فيه ما نقصد ايه نتمنى ان موسم الشتاء يعدي على خير السنه دي، ولكن هي التجربه هي اللي هتقول احنا استعدينا كويس ولا لا، واستفدنا من الاخطاء او نقط القصور السابقه ولا لا. لكن النقطه اللي بقول عليها ان احنا من سنتين ثلاثه ما سياده الرئيس خصص اكتر من 1 مليار جنيه او 2 مليار جنيه لمحافظه اسكندريه عشان مشكله الصرف الصحي. خلاص احنا عندنا يعني الحلول الجزئيه بتبقى يعني ايه زي ما تقول ايه ان انت بتلصم منها وتلصم منها. لا انا يا ريت ان احنا نمسك حي مثلا زي حي شرق المليار جنيه اللي جونا دول نحل المشكله دي زي ما سيادتك عملت في طنطا. المشكله ديت نحلها بالفلوس اللي جتنا السنه دي، ما يجيش بقى احنا موازني ادي هنا مسكن هنا وهنا وهنا مسكن من هنا، هتفضل المشكله متراكمه معايا. ولذلك احنا كلنا حاطين ايدينا على قلبنا، في جهود بتبذل وفي استعداد بتبذل، ولكن حجم الامطار في الفتره اللي فاتت دوت لا يقارن بالسنه اللي فاتت، فلسه احنا بنقول يا رب يكون الاستعدادات على قدم وساق، يكون الناس استفادت من الاخطاء السابقه، لان في حاجات متراكمه المسؤول الحالي مش مسؤول عنها. يعني في حاجات كتيره، شبكات الصرف الصحي وحجم المباني وما هو كل ده بتحمله على المرافق على البنيه التحتيه. اما في مخالفات مباني وفي بماء عشوائي وفي كل ده بيتحمل على البنيه التحتيه. فالحالي ده يعمل ايه؟ يبقى احنا ايه؟ نقول ايه؟ نشوف اللي في ايدينا ايه؟ ونستخدمه صح، ودي شطاره المسؤول. الموارد اللي معايا استخدمها صح ازاي؟ واشغلها ازاي في المكان المناسب في الوقت المناسب. ده فيما يختص بالامطار. ما هو احنا عندنا في كل مناحي الحياه، انا عندي مورد مال، عندي ميزانيه، بستخدم الميزانيه ازاي؟ تمام. ما هو احنا قلنا بقى يعني ده الدور بتاع المسؤول التنفيذي اللي المفروض بعد كده المسؤول الرقابي متمثل في مجلس الشعب او مجلس المحله بتاع ده يشوف الايه الخطط والحاجات دي بتنفذ صح، وبستغل الموارد اللي عندي احسن استغلال. نعمل ايه في القرى؟ المشاكل اللي في القرى، الارض طبعا طينيه مش زي طبعا القاهره او الجيزه او الكلام ده كله، نعمل ايه في المشاكل اللي يعني مثلا سقوط الامطار بيأثر؟ طيب نعمل يعني ايه؟ يعني بعدين ساعتك بس نشوف الفيديو ويرجع يكمل. اتفضل يا فندم. عنده مجلس محلي الزيتون فترة كبيرة، مش هقول كام سنة، الناس هم اللي عارفين. للأسف الشديد كان في بلعات مطر على النواصي اختفت لما سفلته الشارع مرة واثنين وثلاثة، بس أنا حافظ بعض منها وهتلاقوا في شبكة المعلومات بتاعت الحي ما يثبت إن كان في بلعات أمطار، ولكن في تقاعس، وان شاء الله عايزين نلحق قبل الشتاء ما يجي نكشف على البلعات دي، لان الشوارع بتغرق، وخصوصا الشوارع الجانبيه بتبقى بمنحدرات فبتكوم امطار على النواصي، وبالتالي الشوارع بتغرق. فان شاء الله بمشيئه الرحمن نتواصل مع المسؤولين في الحي وتتعمل البلعات الامطار. طيب بما ان اوريدي كانت البلعات دي موجوده، فاعتقد ان مش هيبقى فيه تكلفه او هيبقى لود على الاحياء او الدوله في ان هي تحل المشكله بسرعه، وخصوصا
رجعنا تاني لمشاهدينا. سياده الوزير، هسال بقى حضرتك اول حاجه التعقيب طبعا على الفيديو، عايز حضرتك طبعا تعقب عليه. تاني حاجه برضو هنرجع للكره والمشكلات الكبيره اللي بيقابلوها. اتفضل يا فندم. بصي، زي ما قلت لك في اول البرنامج، الموضوع متراكم مع بعض. موضوع متراكم. يعني انت بتقولي مشكله البلاعات، مشكله البلاعات اذا احنا اجدنا تمام الطرق بالمواصفات القياسيه بتاعتها. يعني لما بعمل طريق، المفروض الطريق بيبقى فيه زاويه مرتفعه، في ميل شويه بتنزل المطر على الاجناب. تمام. طبعا هل ده بيتم صح؟ ما هو ده، ما هو لازم اشوف المشكله. ما انا لو قعدت ارصف 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 وكله كده مستوي الميه تثبت والبلاعات فعلا اعلى من منسوب الارض. تمام. طب وما تنزل ازاي مثلا؟ حاجات، في حاجات فنيه احنا كتيرة. محتاجين مليارات عشان نصرف على الطرق دي. يعني لا، اذا كان فم مضى خلاص. تمام. على الاقل ايه المستقبلي بيبقى نخلي بالنا من الحاجات دي ونعمل الحاجات دي صح. انا من قريه وانا صغير كانت المطر بتنزل، بس سبحان الله في تعاون من الاهالي بتعمل زي مسارات كده للميه. ايوه يا سياده الوزير، الموضوع اللي احنا بنقول عليه التكاتف يا جماعه. ده تكاتف. الله ينور عليك. تكاتف. ده صح. تكاتف لدرجه ان احنا كنا ايه بقى في حته واطيه في نص الطريق، الميه بتنزل على ترقه او مصرف، والجناب جنب البيوت بتبقى نظيفه، بنمشي جنبها. انا بقول لك مش هو ده الحال. لا، هم ما شاء الله اذكياء جدا يعني. أيوة. كلنا طبعا من قرى ولينا طبعا الشرف ده. بس هم فعلا بيعملوا كده صح. يعني اذا حضرتك بتقول الحل من الشعب وللشعب. للشعب بالظبط. يعني حضرتك بتقول لهم نتكاتف مع الاجهزه بتاعت المسؤولين لما تنزل مطر لغايه ما نحل مشاكلنا، نبدا احنا. يعني ما نستناش لما الدنيا تغرق. وهو ده السؤال اللي كنا سالناه لست اللواء محسن. طب ايه اللي مطلوب من التنفيذيين والمسؤولين والمواطنين؟ المواطنين مطلوب منهم الكلام اللي سيادتك بتقوله. ايوه، في الجمعيات الاهليه تشتغل في الموضوع، مؤسسه المجتمع المدني، المعاهد والكليات. والله يا سياده الوزير، والناس كمان والناس والله أساسة. بتخرج يعني. انا عايز اقول بدون مقاطعه حضرتك، كان في كمان ناس بتجيب عربيات شفط على حسابها بالظبط في الشارع، يلموا ويتعاونوا مش عارفه ايه ويشفطوا ويعملوا. بصراحه يعني في برضه روح جميله، بس مش الكل طبعا. طبعا للاسف. طب تعقيب بقى حضرتك على الفيديو. طبعا هو الكلام الاخ اللي بيقوله ده كلام صحيح جدا طبعا، ان احنا لازم نستعد كويس قوي من دلوقتي ونشوف. انا شفت في بعض المحافظات عامله تجارب كويسه صراحه، تجارب كويسه. ايه عامل زي ما زي ما احنا كنا في الجيش كده بنقول طابور حرب، تجيب كل المعدات ونشوف صلاحيتها ايه، نشوف صلاحيه العربيات دي جاهزه، الشفاطات جاهزه، المياه جاهزه، التدريب الناس عليها جاهزه، كل ده شيء كويس وكده. يعني احنا قبل الازمه نشوف كده الادوات بتاعتنا شغاله مش شغاله، ايه اللي احنا محتاجينه زياده. تمام يا فندم. اشوف المياه ماشيه ولا لا، مسارات المياه ماشيه ازاي، تطهير صح، تطهير والكلام ده كله صح، ماشيه ولا لا. في حاجات كتيره انت بيبقى عندك لو انت مسؤول تنفيذي عن محافظه او مركز او كذا، في حاجه اسمها تخطيط مسبق، خطه صح، خطه ببقى عارف انا اماكن تكدس المياه صح. يعني احنا فاكرين ربنا يدينا الصحه والحاجه العظيمه اللي اتعملت في رمضان واحنا ما حسناش بيها، اما نفع العروبه القوات المسلحه ردمته، لان ده كنت انت بتشوفي وانت جايه في الطريق صلاح سالم من المطار بتاع ده كان بيبقى عامل ازاي. محدش حس. طب انا عايز اسال ان كبر العروبه ده اتردم وتعمل كوبري فوق، بقت المشكله انتهت. ليه الاماكن الاثريه يعني زي مثلا الحسين وشارع المعز ما غرقوش؟ الاماكن الاثريه القديمه بتاعتنا الجميله دي ما غرقتش. ما غرقتش، انا شفتها بصراحه يعني ما غرقتش. لا ما غرقتش. هل غالبا الاماكن الاثريه بتبقى في مناطق جافه مثلا، بتبقى في مناطق جافه. لا ما غرقتش والله. معانا اتصال تليفوني من الاستاذ هيثم من القاهره. اتفضل يا استاذ هيثم. مساء الخير. مساء النور استاذ هيثم. اولا احب اهني سيادتك على الحلقه الجميله دي، واحب نهني انفسنا في البرنامج يعني، واشكر سياده اللواء محمد نعيم على الحضور للحلقه دي والتحدث عن مشكله قائمه فعلا بنعاني منها في فصل الشتاء. معاك يا استاذ هيثم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ هيثم. انا كنت بسال بخصوص ان في بعض الاماكن في مناطق يعني المفروض ان هي مناطق تعتبر مناطق شيك يعني، او ان هي مصممه باسلوب راقي وباسلوب حديث والكلام ده كله، بس لا زالت برضه فيها نفس الازمه بتاعت ان تصريف الميه، ان في فصل الشتاء المفروض ان الفصل ده احنا بننتظره على اساس انه في حميميه حتى
بين الناس وبعضها. رسالتك وصلت يا استاذ هيثم. الاستاذ هيثم بيتكلم ان في مناطق كبيره وفخمه زي التجمعات في بعض الاماكن في التجمعات رغم ان هي حديثه التصميم الا انها حصلت فيها بيحصل فيها ازمه في الامطار وفي السيول. اكيد ده بيبقى في بعض القصور في التنفيذ، خلينا نتكلم بصراحه يعني في قصور في بعض التنفيذ، لان انا بعمل حاجه حديثه وبحث وبعمل عليها مليارات، بيبقى عندي خطط موجوده المستقبل في ايه، البنيه التحتيه ديت ايه. ولذلك يمكن لاحظنا من توجهات سياده الرئيس في كل مؤتمراته ان لازما ان احنا نتوسع افقي ونطلع للصحراء. نطلع ليه؟ لان ما بقاش الوادي يتحمل ال 105 مليون. طب ما هي المناطق الجديده دي معالي الوزير لازم متوسعه دي, دي 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 مناطق برضو. التوسع الافقي مش مقصود بيه القاهره الجديده وبتاع، التوسع الافقي مقصود بيه المدن الجديده. اما اروح المنصوره الاقي مدينه جديده حاجه تشرح، اما اروح دمياط الاقي مدينه جديده. هو ده المطلوب ان يبقى فيه وكل ما نبدا في المدن الجديده بتتبني على اساليب حديثه وطرق حديثه وحاجات علميه كويسه، فما نلاقيش المشاكل دي. ومع ذلك عايزين نرجع لسؤال المواطن يستمر يعني هو يعني ومع ذلك يستمر. هو واضح ان هو مش العامل البشري هو المعادله الصعبه في التنميه. هو الاساس. من اخطا انا او انت مواطن، من نفذ خطا كذا. فلذلك بس ليه؟ انا كمواطن معالي الوزير رحت اشتريت ودفعت مبالغ كبيره في 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 مكان راقي ليا ولاولادي ما احنا ما نقدرش نقول لان هي معموله على دراسات غير صحيحه. تمام. ما تم ده سيادتك وصلت دراسات للنقطه اللي هو بيسال فيها. ارجو ان احنا طبعا احنا شايفين نتلافى هذه نشوف العاصمه الاداريه بجمالها وبالمجهود اللي بتعمل فيها وكل ده اكيد الاخطاء دي او القصور دوت اذا كان في قصور ما هيتعالج في المدن الجديده وخلاص. هو ده يوديني كده لسؤال بس اسال سياده اللواء محسن الفحام، يعني عايز اقول ايه هو العمر الافتراضي لاي شبكه؟ وهل زياده السكان طبعا القاهره فيها زياده فيها زياده كبيره جدا او اي شبكه بتهيألي ده يعني متوقف على كميه الاستهلاك الاستهلاك طبعا العمر الافتراضي العمر الافتراضي للشبكه عموما صرف المياه يعني للشبكه عموما لان فعلا القاهره فيها زياده سكانيه كبيره بتتوقف على الزياده وزياده الاستخدام والكلام ده كله ولا هي ليها مثلا عمر معين المفروض تتغير او تتعمل جديد يعني شبكات صرف جديده اكيد اي حاجه بتتعمل انت واخده لابسه الشوز بتاعك العمر افتراضي كل حاجه لها عمر افتراضي استخدامها والضغط عليها اكتر يعني مش معقول انا هلبس البدله ديت جديده هتبر رونقها حلو بتاع بعد خمس سنين مش هتبقى كده رونقها هيقل الا اذا كنت انا بقى مهتم بيها والبسها كل مره كل شهر شهرين هتستمر معايا يعني هي متوقفه على الصيانه بقى متوقفه على الصيانه لان الزياده السكانيه موجوده بالظبط كده. السيد محافظ اسكندريه من كام يوم من شط المطر ماسوره الصرف الصحي مكسوره خلاص تمام من سنه كام؟ 59 يعني احنا داخلين في كام ده 40 اكثر من 60 سنه ماسوره الصرف مكسوره ومصور الصرف اللي معموله ديت كان مفترض تخلص كانت مفترض ان هي مثلا بتحمل مثلا 100 متر مكعب صرف مثلا لا مع الارتفاعات ومع المخالفات المباني والضغط على البنيه التحتيه كانت ممكن تعيش اكتر من كده صح كانت ممكن تعيش اكتر من كده. احنا البرنامج بتاعنا ما هوش برنامج سين وجيم فكرته مش باينه على كده ان احنا بنسال الضيف او اللي مشرفنا حاجه لا ده احنا حلقه نقاشيه هنشوف الفيديو اللي جاي دلوقتي وهنقعد مع نناقش بقى سيادة اللواء محسن شوية في الأزمات. الموضوع بزعل النظر جاي والمفروض ان التأمين الكهرباء أهم من أي حاجة ثاني. الأول لازم الأسلاك اللي هي بتبقى عريانة تتظبط وتعمل والعلب بتبقى عريانة لازم تتقفل لان الصيانه لازم تخلي بالها من الحاجات دي الاول. ليه؟ لان دي بتعمل مشاكل كبيره جدا. المطره بتخش على الاسلاك واللي بيسرقوا بيشدوا الاسلاك ويعملوها عشان خاطر طبعا بتبقى علب مفتحه مش متربطه كويس على اساس ان اي حاجه.
فلازم يبقى فيه يعني شوية من الصيانة تخلي بالها في الموضوع. السيد اللواء الدكتور محسن الفحام، سيادتك يعني طبعا شفت الفيديو ده بيتكلم عن النقطة اللي كان بيتكلم عنها معالي الوزير محمد نعيم، ان الكهرباء سواء اللي هي في الشوارع الصغيرة الجانبية، لان الفيديو ده احنا مصورينه في شارع صغير وكان في فيديوهات زيه كتير، لكن المضمون واحد، احنا اخترنا فيديو واحد منه بيتكلم على الولاد الصغيرين، نفس الكلام اللي قاله اللي هو نعيم. تمام. ما هي دي تعتبر برضو أزمة ما بتتحلش. طيب حضرتك شايف أزمة السيول والأمطار على مدار الفترات اللي فاتت ومستقبلا، ما هي نقاط القوة؟ السؤال الأولاني لسعادتك، ما هي نقاط القوة والضعف اللي انت شايفها في اللي احنا فيه؟ السؤال الثاني، هل شايف ان في كل مكان إدارة للأزمة صح ولا لا؟ بالنسبة للسؤال الأولاني، نقاط يعني القوة والضعف، خلينا أقول أنه يعني المحافظات أنا شايف أن هي في الفترة اللي احنا فيها دي خلال الأسبوعين اللي فاتوا دول عندها استعداد، أو يعني أعتقد أن لديها من الاستعدادات الكافية أن هي تواجه الأمطار إذا، لكن زي ما قلت لحضرتك إذا نزلت بالمعدل اللي احنا تعرضنا ليه السنه اللي فاتت، فانا يعني اخشى ما اخشاه انه ما تكونش الاستعدادات الحقيقه تستوعب الكميات الرهيبه اللي نزلت السنه اللي فاتت دي. لسه الاختبار حقيقي مخيش. انا اتذكر على فكره السيد الرئيس لما الانتقادات زادت والناس طالبت بعمل شبكه للصرف المياه، فقال ان احنا هتكلف مليارات المليارات، انت النهارده بتعيد صياغه بنيه اساسيه. فطبعا قال احنا هنراعي ده زي ما معالي الوزير قال، هنراعي ده في المدن الجديده وفي العاصمه الاداريه الجديده. طيب هل هناك نقاط ضعف ما يعني ما زالت موجوده؟ الحقيقه يعني ما اقدرش اقول او لا لغايه لما نشوف الازمه هتحصل ازاي يعني، لكن اللي انا شايفه او الاستعدادات اللي انا شايفها حتى الان ايجابيه. طيب هل نقيس على انا هقطع بس عندك، حضرتك شايف ايه ممكن يكون سلبي نلحق نوجه بيه الناس؟ يعني نقول انه المشاركه المجتمعيه. تمام. يعني مبدئيا بقى التوعيه المجتمعيه للاهالي، انه لو فرض ان كميات الامطار نزلت بالغزاره اللي حصلت فيها السنه اللي فاتت دي، يعني اتصور انه لا يجب ان نكون سلبيين في التعاون مع الاجهزه التنفيذيه اللي موجوده في المدن وخصوصا في القرى، يعني مش كل حاجه الحكومه هتعملها، مش كل حاجه. فدي انا شايف ان هي من ناحيه المهمه دي فيما يتعلق بالمشاركه المجتمعيه، ما عندهمش التوعيه اللازمه لمشاركه الاجهزه التنفيذيه لمواجهه دي، انا بعتبرها سلبيه من السلبيات. السلبيه الثانيه برضو احنا ما عملناش، ودي ما اعرفش يعني الكلام ده صح ولا لا، في اداره الازمه بنعمل حاجه اسمها السيناريوهات، ايه اسوأ سيناريو ممكن يحصل وازاي نواجهه ونحط الحلول بديله. يعني طبعا بواقع خبرتي السابقه او بواقع تجاربي هقول لحضرتك زي ما سياده الوزير محمد نعيم قال، لا السيناريوهات يعني فعلا بيتم سيناريوهات في خلال الفترات او الاعوام اللي فاتت، يعني احنا بنحط يعني خطط بديله مثلا، وبينزل الساده لرؤساء المدن ورؤساء الاحياء ورؤساء الوحدات المحليه في خلال طالما احنا دي حلقه نقاشيه. بصفه حضرتك كنت احد قيادات المحليات. تمام. التعامل مع أزمة الأمطار في اسكندرية. تمام. اللي حصلت أول امبارح دي، سيادتك شايف إن التعامل كان إيجابي ولا سلبي؟ في حدود، لأنها مفاجأة فكانت بين وبين، لكن المجتمع المدني ما شاركش فيها. أنا أعتبر دي سلبية. تمام. ده إجابة على سؤال حضرتك هو. تمام. يبقى أنا أعتبر ده فعلا من ضمن السلبيات. تمام. عدم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني. تمام. فيها يعني، فدي مسألة ما هو علشان كده من ضمن الحاجات، احنا كان معانا فيديو من اسكندرية بس ما حبيناش ان احنا يعني ايه نحطه علشان نشوف السلبيات ايه نلحق نواجهها بيه. ما هي دي النقطة المهمة اللي احنا لازم ان احنا فعلا نتعاون فيها، اللي هي المنظمات المجتمع المدني والجمعيات برضو اللي موجودة لازم فعلا تشارك في هذا الموضوع، وخصوصا في الأحياء الشعبية. احنا فاضل بس فيديو واحد عندنا علشان ده هنبني عليه حلقة بعد كده او حلقات بعد كده. الفيديو اللي عند المحليات لو موجود ممكن حضرتك تنزله لنا. فلو في مجالس محليه موجوده في الوقت الحالي، انت من 2008 ما فيش مجالس محليه،
فبالتالي ان شاء الله بعد مجلس الشعب ما يخلص هيبدا ان شاء الله سياده الرئيس يبدا يعد الكوادر للمجالس المحليه، وده هيبقى افضل لجميع المناطق والاحياء، وربنا ييسر الحال ان شاء الله. يعني سيادة اللواء محسن الفحام، طبعا سيادتك شفت الفيديو ده المواطن بيطالب فيه بالمجالس المحلية لان هي هتكون رقيبة على حاجات كتير، فطبعا يعني وقت البرنامج مش هيسمح، وقت البرنامج عايز قده مرة واثنين وثلاثة عشان نتكلم على المجالس المحلية، لكن احنا عايزين سيادتكم توعدونا ان انتم تكونوا ضيوف معانا لما نيجي نتناقش في المجالس المحلية. بس انا عايز اقول كلمة طبعاً. ارجو ان يعني ما هو في إمكانيات التنفيذيين وجميع المسؤولين على كافة المستويات، إذا كنت أنا بحقق خدمة باللي موجود قدامي 40-50% صدقني بالتجربة لو تكتفنا كلنا كل واحد أدى واجبه إن شاء في الله. ظل نفس الإمكانيات ديت هنرتفع مش هقول 100% هقول ارتفع من 40-50 و60 و70. بس هو بعد إذن حضرتك طبعا الملف ده كبير جدا جدا ومحتاج فيه فعلا حلقات، أنا عايزاكم دلوقتي توعدونا كده قدام المشاهدين إن حضراتكم معانا تاني إن شاء الله، وعد بأمر الله عشان طبعا نكمل الموضوع طبعا بأمر الله. إن شاء الله إحنا طبعا بنشكر سعادتك بنطلب بس من سعادتكم ان منتجه البرنامج عايزه تقدم لحضرتك هديه تذكاريه طبعا استاذه نبيل الاعصر المنتج بتاعي، فاتفضلي تحت امرك. ده في الهواء يا فندم. اتفضلي هنا يا فندم، اتفضلي هنا تحت. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. طبعا هي حاجه رمزيه طبعا من استاذه طبعا نبيل طبعا، واكيد مش مقامكم يعني. لا يا فندم براحتك، بحسب درع ولا حاجه؟ لا عشان ازاز بس يا فندم، عشان ازاز. طيب يا ريت بس اخر حاجه بس هنتكلم فيها، عايزين سعادتك كل حد من لا الاستاذ نبيل كمان تفضل معانا. اتفضلي يا فندم اتفضلي. اتفضلي احنا بس عايزين سعادتك تقول لنا كلمه حب توجهها لمين، كلمة حب توجهها لمين في نهاية البرنامج بتاعنا؟ سيادة اللواء محسن. أنا أوجه كلمة حب للشعب المصري، وبجد الشعب المصري النهارده يعني نقول إن هو بيقوم بأجمل ملحمة لنهوض الدولة المصرية، وأنا عندي أمل كبير جدا إن شاء الله الأيام الجاية والفترة الجاية هتكون فترة خير بإذن الله ورقي ورخاء للبلد كلها إن شاء الله. سيادة الوزير بقى كلمة حب. كلمة حب توجهها لمين يا فندم؟ طبعا اللي هو محسن. كاميرا بتاعت حضرتك إيه؟ اللي هو محسن من البلاغة طبعا، لكن أنا عايز أكون صريح مع نفسي، وكلمة حب للشعب المصري وعلى رأسهم روح والدتي. الله يرحمها يا رب ويغفر لأخواتنا طبعا جميعا. فندم وشرفتونا. ومن الشعب للشعب دايما معاكم، من الشعب للشعب هننقل لكم نبض الشعب بأمر الله. أتمنى أن حضراتكم تكون الحلقة عجبتكم، وهو زي ما أنا قلت الملف فعلا كبير، وبأمر الله هم وعدونا بأمر الله أن هم يشرفونا تاني، ويعني نتمنى طبعا استفساراتكم واقتراحاتكم عشان إحنا طبعا يعتبر الإعداد ده منكم أنتم، ومن الشعب للشعب. من الشعب للشعب شكرا لكم، وشكرا لأسرة الصحة والجمال، وبشكر كل واحد قام بالعمل في قناة الصحة والجمال وحسن استقبالهم لنا في أول حلقة من حلقات من الشعب للشعب.